الحكاية مكملة لسه ما خلصتش، والمحطات كتير وكلها بتقول ان المصريين يقدروا يعملوا مستحيل لنفسهم والاسم بلدهم. بنكمل معاهم الرحلة وهنبدأها من أهالينا وحبايبنا في جنة، اللي أهالينا الطيبين نصبوا صوان قدام المنظرة عشان يتفرجوا على إنجاز ابن بلدهم. عمره 30 سنة وحصل على الدكتوراه في سنتين وبس، ورحلته أولها هيروشيما في اليابان ثم سويسرا بيحارب وباء العصر. عالم مصري إناوي أصيل ما غيرش لهجته ولا تمسكه بكليته، وإنه ابن جامعة جنوب الوادي يتخانق معاك لو فكرت تختصر اسمه وتنسى إنه ولد عبد السميع الراجل اللي قاله هبيع جلبيتي على علامك. بيحارب في سويسرا عشان بيوصل لسر عدم فعالية المضادات الحيوية، وقرر إن يكون واحد من العلماء ويبتكر اختبار للمضادات الحيوية قبل استخدامها لقياس الفعالية واستجابة البكتيريا ليها وفي أسرع وقت ممكن. جامعة جنوب الوادي والتعليم اللي حضرتك خدته من هناك من جامعة جنوب الوادي خليتك واقف على رجلك في اليابان؟ أكيد يعني أنا قبل ما أجي سويسرا هنا لدراسة الدكتوراه كنت اشتغلت سنتين في اليابان في جامعة هيروشيما كباحث هناك في نفس المجال، وكنت أخذت البكالوريوس من جامعة جنوب الوادي والماجستير برضو من جامعة جنوب الوادي في جنة. إيه اللي وداك هيروشيما في اليابان؟ هو حلم إن أنت تدرس برا. بعد ما خلصت الماجستير بدأت البحث عن منح لدراسة الدكتوراه برا، وأنا قعدت 3 سنين تقريبا ما بين الماجستير وما بين الدكتوراه، وكثير من الزملاء والأساتذة اللي هو طب سجل الدكتوراه، طب حضر الدكتوراه هنا، وقت بيمر، ولكن كان الواحد حلم إنه هو يسافر ويتعلم برا ويشوف الدنيا برا فيها إيه. فكنت قدمت على منحة اسمها المبادرة اليابانية المصرية، والحمد لله أخذتها وكنت سافرت اليابان واشتغلت بها سنتين في جامعة هيروشيما. اتعلمت معهم كتير، وحتى التجربة اليابانية للأمانة أفادتني كتير هنا في التجربة السويسرية. إيه بقى اللي نقلك من اليابان لسويسرا؟ أنا كنت رايح اليابان اشتغلت كويس، بس حسيت للأمانة إن الإمكانيات مش عاوز إمكانيات أكبر، عايز أكبر يعني. أنت عايز عندك أحلام أكبر من المكان اللي أنت موجود فيه، عندك طاقة أكبر. واليابانيين كويسين وكل حاجة، بس عشان يستوعبوا الطاقة اللي عندك ما كانش كبيرة أولا. كان الفند أو الـ لا، وأوروبا أكثر تقدما في المجال ده بالتأكيد، في المجال البيولوجي أكثر وعندهم فند كبير. فهنا الباحث العلمي بيدور على المعمل اللي يفيده والأستاذ الكبير كمان، لأن الأستاذ عبارة المعمل عبارة عن أستاذ وإمكانيات. فهنا جيت للأستاذ رقم 7 العالم، هو الأستاذ اسمه بروفيسور باتريس نوردمان، وهو فعلا مصنف رقم 7 على العالم في مجال المايكروبيولوجي، وخاصة في النقطة البحثية دي بالذات. ساعتها أنا بس كانت عايز تروح بس تشتغل مع الراجل ده، فاهم إزاي، تفهم منه كلمتين، تسلم عليه مثلا في مؤتمر ولا بتاع. جيت وبعت لي إيميل بيقول له مصطفى ده في بوزيشن هنا لدراسة الدكتوراه لمدة 4 سنين، ده كان البداية كده لمدة 4 سنين، وأنا بشجعك إن أنت تيجي وتسيب اليابان. فأنت قلت له على مين يا دكتوراه عندكم في 4 سنين؟ إحنا هنا سعيدة نعملها في سنتين بس. هو توفيق من ربنا الحمد لله سبحانه وتعالى، والحمد لله ربنا وفقنا ونقشنا الدكتوراه والحمد لله. You were very well, you are very rapid, a lot, meaning at 5 p.m. he is not taking tea and sleeping. He's working what I want for many of the people in my lab, being here in between 8 and 9 on 9:30, I don't care, but being late, not to work 6 hours or 7 hours. This is the way to do what you have done. He's an excellent thesis, and this person has a very outstanding number of paper. I think this is one of the best, if not the best, in my entire career. خلينا نتكلم على الجانب بقى العملي المهم في شغل حضرتك. هو أكبر خطر بيهدد البشرية دلوقتي، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن في 10 مليون بني آدم في 2050 هيموتوا ده صحيح. كل سنة بسبب بسبب الأمراض المعدية
المسببة بالبكتيريا اللي هي مضادة لي أو مقاومة للمضادات الحيوية. من أهم المشاكل اللي بتقابل الطب الحديث هي مشكلة مقاومة الأمراض المعدية أو البكتيريا للمضادات الحيوية. وبتسبب نسبة وفيات عالية سنوياً. في 2019 كان في تقرير أنه حوالي 1,200,000 حالة وفاة سنوياً بسبب الأمراض المعدية المقاومة للمضادات الحيوية، وده معدل وفيات أعلى من الملاريا وأعلى من الإيدز اللي بيسببه حوالي من 600,000 إلى 800,000. فتخيل، وتعتبر المشكلة الصحية دي من ثالث أكبر المشاكل اللي بتسبب وفيات بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية. ولكن هي مشكلة اللي فعلا كل العالم حاليا بيتوجه ليها، إزاي نعيد ترشيد واستخدام المضادات الحيوية عشان ننقذ ما تبقى منها. طب ايه اللي حصل؟ يعني هل البكتيريا دي اكتسبت مناعه ضد المضاد الحيوي؟ هي فعلا فهم كيفيه او ازاي البكتيريا اصبحت مقاومه للمضادات الحيويه ده المفتاح. وده اللي احنا بنحاول نفهمه من خلال شغلنا في المعمل ومتخصصين فيه. البكتيريا ممكن تبقى طبيعيا مقاومه للمضادات الحيويه، ولكن الأسوأ من كده انه نتيجه الاستخدام الزايد للمضادات الحيوية والاستخدام الغير مرشد أصبحت البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. بيبقى فيه تغيرات جينية في الجينوم بتاع البكتيريا، بتكتسب جينات، الجينات دي بيحصل لها إكسبريشن زي ما بيقولوا لإنزيمات، الإنزيمات دي بتكسر المضاد الحيوي مثلا. ده طريقة من طرق المقاومة بتاعت البكتيريا. أحيانا طريقة ودي بقى عندها موروث، يعني موروث جيني، يعني بتقعد بتتطور في ده سؤال مهم. هو موروث، بيكون في تركيب الجينوم ناتشرالي موجود، او ممكن ده الاخطر بقى، انها ممكن تكتسبه من بكتيريا تانية. يعني مثلا يتحدوا مع بعض. احنا دي حرب، هي حرب، هي يعني البكتيريا بتحاول تدافع عن نفسها، فبيحصل انتقال للجينات دي من بكتيريا لتانية، من بكتيريا للتانية، من بكتيريا للتانية. يعني ممكن انت عندك عدوى مثلا، العدوى دي ممكن تتعالج بسهوله بالانتيبيوتيك، يعني سسبتبل زي جرح مثلا في الايد. لو جرح في عدوى مثلا ولا بتاع، الجرح ده بالمضاد الحيوي يقول لك يلم في 3 4 ايام. ممكن الله ينور عليك. المشكله بقى لو البكتيريا دي اصبحت مقاومه للمضاد، ما يلمش، يفضل مفتوح. دي مشكله، خاصه لو البكتيريا دي من الانواع سموها السوبر باج، او اللي هي مالتي دراج ريسيستنت، اللي هي يعني احاول اعملها ترجمه بالعربي، اللي هي عندها مقاومه لانواع كتير من الانتيبيوتكس او المضادات الحيويه. فهي البكتيريا دي بتطور نفسها، والجيوش دي بتطور نفسها لمواجهتنا. طبعا، وعشان كده بنسميها اندلس فايت ما بين الساينتست وما بين البكتيريا، يعني حرب غير منتهيه. في حاله حضرتك قلت لي عليها انه في واحد مواطن من جورجيا، هو مواطن من اسبانيا، من اسبانيا. القصه ان هو عنده عدوى بكتيريه، والعدوى دي مقاومه لكل المضادات الحيويه الموجوده. ففي حل حاليا، العدوى دي مقاومه ل 150 مضاد حيوي؟ لا، مش 150 للمضادات، لان برضو كل مضاد حيوي يشتغل على انواع معينه. بالظبط، لانواع معينه من البكتيريا ما ينفعش غيرها. الشاهد في الموضوع انه العدوى دي مقاومه لكل المضادات الحيويه اللي هم اختبروها. اخر حل لقوا له اللي هو في علاج جديد بيستخدموه اسمه الفيج سيرابي او البكتيريوفاج سيرابي، وده المراكز اللي بتعمل العلاج ده معدوده في العالم، في روسيا وفي بولندا، بس اشهرهم موجود في جورجيا. ده الحل الاخير، قد يكون بديل مستقبلي للانتيبيوتكس. هنا الناس لما تسألها مين مثلك الأعلى، ممكن تقول العالم فلان وبتاع، أو ممكن تقول والدي بطريقة تقليدية، لكن والله هو فعلا والدي، هو أبويا. ليه؟ قولي. كان أول واحد يفرح بيك بالبلدي. يعني أنت عارف لما يفرحوا بيك، هو كان أول واحد يفرح بيك لما تجيب تقدير، ولا أيام مثلا الابتدائية تاخد نجمة ولا ممتاز، يعمل لك تحفيز. لدرجة إن هو قال كلمة أنا لن أنساها، ان انا هعلمك العلام اللي انت عايزه حتى لو هبيع عليك جلابيتي. الله، ده كلام كبير. الله، انا هعلمك العلام اللي انت عايزه حتى لو هبيع حتى عليك. لو هبيع عليك جلابيتي. ده كلام كبير، ده دين صعب توفيه.
حرب. أنا والدي توفي في شهر رمضان أيام ما كنت في اليابان، يمكن كان عزائنا أنه توفي في العشر الأواخر من شهر رمضان، نسأل الله أن يرحمه وجميع موت المسلمين. فده دين صعب توفي، يعني فعلا صعب صعب صعب، دين صعب. انت توفيت في اللي انت بتعمله دلوقتي، نسال الله يعني ربنا ينفع، انك تعمل ابحاث تفيد بيها البشريه بالضبط، ونسال الله ان يجعله في ميزان حسناته. شيماء ورهام ومحمد واحمد رباعي في مهمة علمية خطيرة، خيرة شباب مصر، تفتكروا بيعملوا ايه في سيرن؟ المغامرون الأربعة بيمثلوا مصر في أكبر مشروع بحثي على مستوى الكرة الأرضية، سيرن، اللي هو المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، بيفسروا ويحللوا كيف نشأ الكون. كلام صعب ومتخصص، لكن هتنبسط لما تسمعه من مصريين. بيمثل مصر بقى في المكان ده المغامرون الأربعة، اللي على شمال الكادر اللي حضراتكم شايفينهم دلوقتي هم خيرة الباحثين والعلماء الشباب اللي موجودين في مصر، بيمثلوا بلدنا داخل هذا المشروع البحثي الكبير. يمكن بقى ناس جاية بقى من فيزياء نووية في إيطاليا، ومنهم اللي درس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم دكاترة ما شاء الله، وكلهم حاجة و30 سنة. يعني أنا كل فخر بوجود المغامرون الأربعة اللي جنبي. أهلا وسهلا بحضراتكم. ونبدأ من الدكتور محمد. دكتور محمد رشاد، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، فرصة سعيدة والله. إحنا موجودين هنا في أكبر معمل على مستوى الأرض، فوق أكبر ماشين اتبنت على وجه الأرض حتى الآن. المكان بنسميه، أو التيوب ده اللي تحت الأرض بنسميه Large Hadron Collider، أو المصادم الهيدروني الكبير. بيكون عندنا مجموعة من البروتونز بتلف بطاقة عالية جدا جدا جدا، نبتدي ان احنا نعمل التصادم ده. كفلاش باك لصورة الباك بانك تيري، البيك بانك تيري اللي هي نظرية الانفجار العظيم اللي اتبنى بيها الكون، انه في نظرية بتقول ان الكون نتيجة للتصادم او انفجار عظيم انتج المجرات اللي احنا شايفينها. بالضبط. فاحنا بنعمل زي إعادة بناء بس على مستوى صغير جدا عشان محدش يتخض من الطاقة. تمام. بنعمل إعادة بناء للكون ده عن طريق تصادم البروتونات ببعضها، محاكاة يعني، محاكاة ليها، محاكاة على مستوى بسيط، مستوى صغير. بحيث ان احنا ندرس ايه الجزيئات او ايه اللي كان موجود وقت ما حصل البيج بانج ثيوري. دكتور ريهام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. تكملة الكلام دكتور محمد، الاربع نقط الرئيسيه دي بيكون دي نقطه التصادم اللي بيحصل فيها تصادم للبروتونات، بيكون عند النقط دي اكبر اربع تجارب موجوده عندنا، موجوده على اللارج المصادم الهادروني الكبير. منهم تجربتين، اكبر تجربتين اللي هم السي ام اس واطلس. التجربتين دول تقريبا بيدوروا على نفس الحاجه الفيزيائيه بس بتكنولوجيا مختلفه. مجرد التجربه دي كانها كاميرا كبيره بتبتدي تصور لي بعض التصادم بتاع البروتونات، بتتكون عندي جسيمات جديده بتبتدي بعد كده تتحلل. الديتكتور بتاعي او التجربه دي بتبتدي تصور ايه هي الجسيمات وهي بتحصل تحلل في طريقها وهي خارجه من الديتكتور. دكتور احمد طارق، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. اكمل بقى الكلام دكتور. هو التجارب دي كلها في النهايه بتحصل في اطار نظري كبير. النظريه دي هي النظريه الام اللي منها بتتفرع كل قوانين الفيزياء، بتحاول تفهم الكون في صورته الاوليه. فجزء من البرنامج العلمي عندنا في سيرن ان احنا بنحاول نقيس تنبؤات النظريه دي عن طريق التجارب، وبنحاول نشوف هل ممكن نشوف نظريه تاني ما بعد نظريه النموذج القياسي. دكتور شيماء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيكم في سيرن. ممكن ابعد شويه بقى، ان الناس كلنا كل الناس بتشتهر بيها، بتعرف عن سيرن، او سيرن بتشتهر بالاربع تجارب الاساسيه اللي قالتهم الدكتوره ريهام، ولكن الناس بتبقى تهتم بيه احنا هنلمس ايه على إيه؟ هنستفيد ايه على سيرن؟ ما هياش الاربع تجارب، لا، سيرن فيها تجارب تانية صغيره
ودي بتبقى منبثقه عن بعض عن استخدامات التكنولوجيا اللي الاول استخدمت في الديتكتورز الكبيره في التجارب الكبيره، ولقينا ان هي ممكن يتم استخدامها في حاجات تطبيقيه نقدر نلاحظها ونستخدمها في الحياه اليوميه. كمان في بعض التجارب اوريدي كانت جزء من سيرن وانفصلت وبقيت مشاريع ومصانع لوحدها بتعمل أجهزة العلاج بالإشعاع أو التشخيص بالإشعاع. فصرنا ما هياش مجرد إن إحنا قاعدين بندور بس على حاجات الكون أو كده، لكن زي ما التكنولوجيا بتتطور جوه لخدمة سرن اللي هو الهدف الرئيسي بتاعها دراسة نشأة الكون، لكن التكنولوجيا دي كمان بنقدر نستخدمها في حياتنا اليومية يمكن ما بنبقاش عارفين إن هي مصدرها سرن. دلوقتي يا دكتور في الاجواء، يعني اجواء شغلك بقى مكان عملك، يعني ده الكنترول روم او غرفه التحكم اللي حضرتك بتشتغل فيها بالظبط، ايه اللي تحت ده بقى؟ اللي تحت زي ما انا قلت لك هي التجربه مش على سطح الارض، التجربه تحت الارض، تحت الارض 100 متر تحت الارض، 100 متر هو المكان كله على 27 كيلومتر مربع بالظبط، يعني دي اكبر ماكينه اتعملت في تاريخ البشريه. هو تعتبر دي اكبر تجربه بحث علمي في التاريخ، احنا هنا بالظبط هو السيرن ده اكبر معمل على كوكب الارض يعني وهنا بقى احنا كده شايفين ده يعني ده على الهواء اللي احنا شايفينه الماكينه دي ده طبعا ده فيديو يعني توضيحي هو هنا انت لو تخيلت احنا كده نازلين نفق نازلين بتدريج، واول ما بتشوف انت كده شايف التجربه من فوق. التجربه دي بتتقاطع مع المسرع، فانا تخيلت المسرع يعني ايه انابيب المسرع الهواء الجسيمات اللي بتيجي تتصادم كده 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 تك 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 وبتتصادم في قلب التجربه. فريق العلم التجربه في حوالي 3000 فيزيائي والفنيين الموضوع بيوصل ل 5000 حد من اكتر من 100 جنسيه. صميم عملك مرتبط بالصوره اللي احنا شايفينها دي؟ الصوره دي بتوضح لنا ديتكتور او جهاز كبير كاميرا اسمها تجربه اسمها السي ام اس. التجربة دي ده الحجم الطبيعي للتجربة. التجربة ده مجرد بوستر بيورينا التجربة. التجربة دي على بعد 100 متر تحت الأرض في المكان اللي احنا فيه ده تحتينا بالتحديد. خلينا تحتنا بالظبط هنا. الفانسي في الموضوع ان التجربة دي كلها بالكامل اتبنت هنا على السطح والمكان ده كان مفتوح، والتجربة دي نزلت جزء جزء تحت الارض وبعد كده ابتدت تتجمع، عشان كده تلاقي ان المبنى هنا بتاعنا كبير جدا لان احنا بنينا التجربه كلها فوق الارض. خليني بس اسال حضرتك سؤال، احنا عايزين نعرف تجربه بالحجم الهائل ده كله عملناها ليه؟ ارجوكي هو ده اللي انا نفسي اساله. احنا عايزين نوصل لايه؟ طيب خلينا نبدا كده، تخيل الكون بتاعنا ده كله احنا بنشوف منه قد ايه؟ الكواكب والمجرات والنجوم كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي بتمثل قد ايه تقريبا من الكون؟ في خيال حضرتك كده ممكن نوصل بنسبه قد ايه؟ يعني حاجه صغيره قوي اكيد. كل اللي احنا شايفينه في الكون ده اقل من 5%. اقل من 5%، 4.5%. طيب بقيه ال 100% دي من الكون احنا ما نعرفش عنها حاجه. طب يعني تفصيله عشان نفهم مع بعض. حضرتك احنا بنتكلم في انه الارض، والارض دي هي جزء من المجموعه الشمسيه. تمام. وبعد كده بعد المجموعه الشمسيه احنا بنطلع بقى لمجره. المجره وكل اللي احنا شايفينه ده كل اللي نقدر نشوفه بعنينا ده اقل من 5% من الكون. وكل الباقي ده بالنسبه لنا
مجهول بنقول عليه مادة مظلمة. احنا كفيزيائيين عايزين نعرف المادة دي ايه، طبيعتها ايه، او بتتكون من ايه. بدل ما نطلع الفضاء، في ابحاث بتتم في الفضاء وان هم يشوفوا المادة دي بتتكون من ايه، احنا بنعمل دون بتجربة عملية تحت الارض. مكتب حضرتك فين بقى؟ هنا. هنا هو ده اللاب، فاحنا بنبقى زي حضرتك شايف كده كلنا ستيشنز، فاحنا بنحاول ناخد، لان يعني احنا بنقعد هنا للشغل فقط لا غير. فده مثلا ده انا حاليا وظيفتي في الجيم جروب، هو ان انا بعمل ديزاين للباور سيستم بتاع الجيم كله. يعني المرحله الاولى انا قمت بيها الحمد لله، من اول تصميم لحد اختبار، ولا كمان ركبتها تحت الارض ب 100 متر، وبعدين اختبرتها وهي شغاله هناك. وبنشتغل في حاجه اسمها الكنترول سيستم، اللي احنا ان شاء الله اللي شفتها في الكنترول روم واشتغلتها. احنا دلوقتي بنستعد ان احنا ننزل 100 متر تحت الارض في اكبر مجال مغناطيسي في الكره الارضيه كلها. عشان تنزل 100 متر تحت الارض لازم نقلع ارتفاع، عشان مجال المغناطيسي او مجال المغناطيسي ده هيكون ضخم جدا، وكمان الجهود لازم نشيلها كمان. والساعة دي، تخيل الساعة دي لو نزلتي بيها وبص، بص المجال المغناطيسي نفسه هيبوظ الساعة. هي تجربة يعني لو بوظت، بس ان شاء الله خير يعني. عايزين ننزل يا جماعة دلوقتي، ننزل تحت الأرض، ربنا يستر علينا. اول حاجه بالامان لازم يكون معاك الجهاز ده، اللي هو معايا دلوقتي، ده اللي هو اسمه ديزيميتر. الجهاز ده بيقيس كميه الاشعاع اللي احنا هناخده تحت. وحاطين الجهاز ده بالمنظر ده، بتقول ان هو يقرا الداتا اللي موجوده على الديزيميتر صفر اهو، ويقرا صفر. تمام، ونيجي نطلع تاني بقى هنحط تاني ونشوف قد ايه، نشوف قد ايه تاني. حد من الجهاز بيوصل درجات اقل ولا حاجه؟ الخوذه اللي انت لابسها دلوقتي فيها زي تاج، فيها زي شيب، شريحه بتتقرب الجهاز ده بالسنسور ده. السنسور ده بيبتدي ان هو يقرا الشريحه اللي موجوده في كل خوذه واحد فيكم، ويبتدي ان هو يسجل على السيستم كم واحد موجود جوه كفيزيتور كزائر. تعالوا واحنا هنزل لوحدي، هننزل كلنا مع بعض. نعيش عيشه فل، نعيش برضه عيشه فل ان شاء الله. 12 15 65 50 متر تحت الارض اهو، عداد شغال اهو. هو 87 اهو مش 100، هو 87 دلوقتي، بس احنا لسه هننزل 100 على دلوقتي. 88 متر، يعني ال 100 متر دول تقريبا بيعادلوا عماره 30 دور تحت الارض، حوالي 30 كانت بداية سمن خالص، كانت أرض صحراء وما فيهاش أي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي على عمق 100 متر تحت الأرض، وفي مكان فيه أكبر مجال مغناطيسي على مستوى الكرة الأرضية. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، تشرفنا بحضرتك. تشرفنا اكتر والله. بس احنا امان؟ احنا امان جدا جدا جدا. يعني نطمن؟ لا نطمن، وحاسبت لك ده لما نطلع ان شاء الله. طب الحمد لله، اصل انا بدات ادوخ يعني. لا ما تقلقش، ده حاجه نفسيه بس، ما تقلقش، الدنيا تمام معايا اهو. ممكن تشرح لي المكان ده جه ازاي؟ بالظبط، ده هنا الصور دي بتعبر لنا عن ازاي المكان ده ابتدى، ان هو ابتدى بارض صحراء مفيش اي حاجه فيه خالص، تمام؟ ابتدوا ان هم يحفروا، تمام؟ وفي نفس الوقت ان بارلل ابتدوا ان هم يكونوا التجربه فوق الارض، تمام؟ وبعد ما خلصوا المكان اللي تحت الارض، تمام، ابتدوا ان هم ينزلوا التجربه سلايس باي سلايس او بارت باي بارت تحت الارض، تمام؟ المكان تحت الارض ده بنسميه كافرن.
ابن أسوان عمره 39 سنة واستشاري جراحة كتف وكوع في سويسرا. تخيلوا أنه بقاله 10 سنين مواظب على نفس العادة، زيارتين في السنة وكشوف بالمجان وجراحات في بيته الأصلي القصر العيني. دكتور محي الدين طه فخر علماء مصر الشبان. هنا بقى المكان العيادة، هنا بيجي العيان بيقدر يستريح، هنا نقدر نكشف عليه، عندنا جهاز السونار. النظارة دي بقى بتعمل بيها ايه؟ ده الميتافيرس ده ولا ايه؟ ده الميتافيرس بالظبط اللي احنا بنسمع عليه. دي النظارة اللي بنقدر بيها نشوف الهولوجرام بتاع كل مريض. فانا اقدر اخد اي مريض، اقدر اخد حضرتك احطك في اشعة المقطعية وناخد الاشعة المقطعية دي نحولها لهولوجرام. فوانا داخل العمليات ابقى معايا، انا عارف انا ايه الهولوجرام شكله ازاي بتاع المريض المخصوص ده، وانا عاوز انهي احط انهي لتبديل المفصل. لان طبعا تبديلات المفصل عندنا مقاسات مختلفة كتيرة، حضرتك غير الواحد عنده 2 متر غير 1.5 متر، صحيح. كل واحد تفاصيله مختلفة، بنفصل له مخصوص يعني بالظبط. فاحنا بنفصل له مفصل مخصوص ليه، هو مفصل الصناعية، مفصل الصناعية. ودي طبعا لما بنيجي نركبها لازم بيبقى تركيبها دقيق جدا زي ما احنا اتفقنا وعملنا كل حاجة على الكمبيوتر قبل ما نخش العملية. طب تعالى، ايه رأي حضرتك نجربها؟ عندي فضول ان انا تجربها. شيل النظارة بتاعتي دي بسها لك كده. انا شايف دلوقتي 3 عظمات بالظبط. اللي على الشمال دي العظمة بتاعت العيان نفسه. دي عظمة ايه بقى بالظبط؟ دي عظمة لوح الكتف. لوح الكتف، وهي تمام. دي اللي بنثبت فيها المفصل الصناعي. تمام. والعظمة اللي في الوسط، العظمة اللي في النص ده مكان ما بنحط اول مسمار للتثبيت، ده اهم حاجة، المكان الوسطي اللي بنحط فيه وبنثبت فيه المفصل الصناعي. طب والتالتة؟ والتالتة شكل المفصل الصناعي بعد ما بنخلص، بعد ما يتركب. طب هنا هنا المريض مشكلته ايه في العظمة الاولى اللي هي على الشمال؟ تآكل في المفصل، هي خشونة المفصل. فحصل ان هو ضمور في المفصل. طب حضرتك بقى بتعمل ايه بقى؟ بتبتدي يعني انا ممكن امسك حاجة فيهم؟ بالضبط، حاجة ممكن تقرب ليها. اقرب لها كده بصبعينك الاثنين. تمام، دي العظمة الاصلية اهي. بالضبط، تقدر تكبرها. كبرتها عادي، وتقدر تلفها زي في وضع العيان، انت بتبقى شايف العيان جوه العملية. انا بلفها الله. صغرها تاني. هيجي مني ولا ايه في الهولوجرام؟ ما شاء الله، خلاص العملية اللي جاية تيجي معايا بقى. ما عرفتش امسكها، وقعت مني بقى المرة دي. دي بقى ده هنا العمود ده، هو ده اللي العمود ده المدخل اللي بنخش فيه، والطريقة بتاعت المسمار هنحطه في انهي اتجاه، اللي انت ممكن تحطه شمال يمين فوق تحت، فده بيوريك الاتجاه اللي هتعمل. وده بقى شكل المفصل اللي هو بقى ايه بعد ما يتركب، اللي هو فيه الدوائر وفيه الخرم بتاعت المسمار للتثبيت. الاخرم اهي باينه. طب ليه هنا في 1 2 3 4 5 6 7، في 7 دوائر؟ 7 دوائر معنا. بالضبط. ليه؟ لان مش كل مكان من الدوائر دي وراه عظم كفايه للتثبيت. فبيدينا مجالات كتيره، احنا بنحتاج 3 مسامير بس عندنا 7 اماكن ممكن نحط فيها، بحيث ان احنا نحط احسن مسمار يثبت المفصل. معلش بقى انا ايه، واضح ان انا لعبت لك الدنيا، بس ايه يعني على قد ما اقدر رجعت ارتب لك الموضوع تاني. مفيش مشكله، هنيجي نصلحه تاني. خلينا نروح للجزء الخاص بالابحاث بتاعت حضرتك، وده طبعا اي حد في الدنيا او رصيد الباحث دايما هو الابحاث، وما نشر في مجلات او دوريات علميه عالميه. ممكن نلقي نظره على اهم الابحاث اللي حضرتك عملتها؟ طبعا انا يعني وانا طفل اول حاجه بسمعها طبعا ايه، اطلب العلم ولو في الصين. فانا عملت مش الصين، رحت بلاد كتيره جدا. فانا ممكن هنا نبص بالظبط.
فانا من ابتديت ان انا قعدت مثلا سنه ونص في استراليا بتعلم جراحه الكتف والكوع. بعد الفتره دي سافرت برضو فرنسا، رحت المايو كلينيك في امريكا، رحت جنيفا زي ما انتوا كنتوا قبل ما تيجوا هنا، المانيا، في سويسرا طبعا زرت دكاتره كتيره، في كندا اونتاريو، وبعدين رحنا برضو هنا في بيرن، في بيرن في امريكا، في فلوريدا برضو للتعلم. ده حضرتك خدت من كل بستان ورده. وانا كنت عاوز لما انا اجي اعالج العيانين بتوعي ان انا يبقى اقدر اقدم لهم كل التكنيكات اللي صحيح. موجوده. فزي ما قلت صبي اروح اتعلم عند الصنايعي ده وعند الصنايعي ده وعند الصنايعي ده واتعلم التكنيك ده والتكنيك ده والتكنيك ده. وبعد كده بعد كل اللي انا اتعلمته قلت بقى ان انا احطه في كتاب للدكاتره. وكان اسمه سويس ميد ايجيبشن، اللي هو ازاي انت تبدا حتى لو ابتديت في بلد زي مصر وتعلمت هناك وابتديت الكليه هناك، ازاي توصل ان انت تتعلم في كل بلاد العالم وتروح لكل الدكاتره دي. حضرتك عارف احنا عندنا مؤسسه مصر تستطيع، وهي مؤسسه يعني برنامج بنفس اسم البرنامج، والمؤسسه وايضا عندنا مؤسسه اسمعونا في امل، وهذه المؤسسه او مؤسستين بيعملوا عمليات مجانيه لغير القادرين. فحضرتك بتنضم معنا؟ طبعا ان شاء الله، ده شرف كبير ليا جدا. بس يعني خلاص احنا الحمد لله معنا الدكتور محي طه، وان شاء الله هنعلن لحضراتكم عن مواعيد وصوله لمصر عشان هينضم ان شاء الله للعمليات المجانية اللي احنا بنعملها من خلال برنامج مصر تستطيع. وكمان هنعرف حكاية يوم الأحد في ألمانيا وليه بيخصصوه للغسيل، ويعني إيه العمارة كلها ليها غسالة واحدة بس. حكايات محي الدين طه العالم المصري ابن أسوان في بلاد برة. يا ترى بقى السويسريين زي الألمان كده عندهم يعني غسالة واحدة في العمارة كلها؟ هي في عمارات كتيرة بيبقى في غسالة أو غسالتين حسب عدد السكان اللي في العمارة، بيبقى في حاجة اسمها جدول الغسيل. كل شقة يا انت بيبقى لك ميعاد محدد كل اسبوع يوم الثلاث من الساعة 7 لـ 9 ده الغسيل بتاعك، او مثلا بيبقى جدول فاضي وكل واحد بيكتب في اليوم اللي هو عاوز يغسل بيختار فيه الاسبوع بيختار اليوم. فده من ضمن يعني تكاليف ايجار العمارة الغسيل نفسه. حسب العمارة اللي احنا فيها، في عمارات بتقول ده تبع التكاليف، في عمارات بتقول لا ده مثلا كل واحد ليه كارت او بالكوينز فلوس او بالكوينز. يعني مثلا في المانيا بتدفع بالضبط، بتدفع يعني كل غسلة مقابل فلوس. مش هنروح أوروبا ونرجع بإيدينا فاضية، لازم نوريكم شوية من عادات أهل بلاد برة وإزاي بيتكيفوا مع كل الظروف وبيعملوا تحديات لنفسهم. نفسي تشوفوا إزاي سويسرا حافظت على راحة أهالي البلد ومنعوا الطيران إلا في أوقات معينة، أصل المطارات عندهم جنب البيوت مش زي عندنا تسافر عشان تروح للمطار. طب تخيلوا إن واجب الضيافة في سويسرا هو الشوكولاتة، ورغم كده تم تصنيفهم انهم الاكثر تصديرا والاقل استهلاكا. طب ازاي؟ هي بلد مصدره للجبنه، للشوكولاته، للساعات، للخدمات. فهي معظم الحاجات اللي هم بينتجوها بيصدروها للخارج. علشان كده برضو العمله بتاعتهم دايما مستواها عالي قويه جدا، لان الطلب عليها كتير، لان ناس كتيره بتحتاج السيرفيس، لان هم كواليتي يعني سويسرا. جراح قلب عالمي أوروبا كلها حافظة اسمه، لأن واحد من مؤسسي أكبر وأهم مركز لعلاج القلب في العالم كله، ومسؤول كمان عن قسم البحث العلمي فيه. الجراح ده له سنوياً زيارة لمصر بتترجم جراحات لحالات صعبة وحرجة وبالمجان، ومشروعه الكبير هيبقى في أم الدنيا مصر. الدكتور محمد سليمان جراح القلب بمستشفى كاترينا بهولندا.
مستشفى كاترينا تصنيفها ايه ضمن المستشفيات في هولندا واوروبا؟ كاترينا عملت في ال 10 15 سنه اللي فاتوا اسم كبير جدا على مستوى بعض التخصصات، واهم تخصص هنا وليا الشرف طبعا والفخر هو القلب، القلب. سواء علاج القسطرة او جراحه القلب. يعني تعتبر مش هقول تاني مستشفى نفس المستوى بتاع نيويخاين. حضرتك بتنشر اسم مصر في ابحاثك في جامعتك يعني الاصليه؟ طبعا بتنشرها. اكيد طبعا، يعني بتمثل مصر في اي بحث علمي حضرتك بتقول؟ لان معروف ان محمد سليمان من اصل مصري، ولازم باكد على ده يعني، واي في اي مجال او في اي حوار. لان كلمه مصر دي لها معزه كبيره في جميع دول العالم. يا استاذ احمد، احنا صحيح. من اول ما تقول له انا من مصر بينبهر بالحضاره وبطيبه المصريين. حضرتك على مدار الربع قرن اللي فاتوا وحضرتك اللي هو موجود بره مصر، علاقتك لم تنقطع ابدا بالوطن. حضرتك كل سنه بتنزل مع فريق جراحي هولندي بتعملوا عمليات في مصر بالمجان لغير القادرين في مستشفيات وزارة الصحة، ويمكن على مدار ال 25 سنة اللي فاتوا عملتوا حوالي 1000 عملية قلب بالمجان مع الفريق الهولندي اللي بينزل مع حضرتك. أيضا حضرتك عن طريق جمعية صداقة بتتبرع بأجهزة وأسرة رعاية مركزة وأسرة للمرضى لمصر، مظبوط؟ الحمد لله. هو دي حاجه بتديني طاقه يعني. انا الحمد لله جاتلي الفرصه اول ما جيت هنا في الاشراف المشترك ان المشرف الهولندي قال انا عايز انزل مصر وعايز اقدم لكم حاجه وبتاع. فنزلنا وعملنا عمليات والفكره عجبتني، فبقينا بالتعاون مع جمعيه الصداقه المصريه الهولنديه اللي حضرتك تفضلت وذكرتها. انا احب اشكر وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي لان هم بيوجهونا وبيتكفلوا بالاقامه وما الى ذلك لطول فترة وجودنا، وبجهور المستشفى المناسبة لإجراء مثل هذه الجراحات. بالإضافة لكده بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الهولندية، ومشكورة جدا مستشفى كاترينا من زمان بتوفر لنا أجهزة وسراير عناية مركزة لننزلها للمستشفيات برضو عن طريق مستشفى. بتنزلوا قد إيه كل يعني؟ مثلا معدلنا السنوي حوالي من 20 ل 50 سرير. طب ده رقم كبير، والأسرة دي تمنها غالي جدا، جدا يا جماعة جدا. يعني سرير الواحد تكلفته كام دلوقتي يعني؟ ممكن يوصل ل 10,000 يورو هنا، لكن أعتقد أنه في مصر إن ممكن الشركات توفره بسعر أقل شوية. لكن السرير هنا لأنه هو بيبقى مجهز من كل حاجة وبيتنال من العناية للعنبر ويرجع وهكذا. فدي احنا مبسوطين جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده، ودي بتدينا طاقه ان احنا نشتغل ونكمل هنا. وللمره الثانيه بشكر مستشفى كاترينا لان دايما بتساعدنا، وزي ما حضرتك شفت بتوفر لنا كل حاجه ان احنا نقوم بهذه المهمه. عشان انا اشتغلت هناك عارف كويس قوي معاناه، مش بس معاناه المريض، معاناه الطبيب. ففاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل في مستشفياتنا، وده اللي بيخليني اقدر اساعد بقدر ما، سواء في العمليه الصحيه او في العمليه التعليميه كمان، لان احنا بننزل بطلب من وزاره الصحه بننزل بوفد تعليمي للممرضات على اساس ان احنا ان شاء الله بنحب نرفع مستوى التمريض في مصر. انه بنسمع ان الجراحات بتبقى كويسه لكن التمريض ليس على نفس المستوى. صحيح. اعتقد ان احنا لو تولينا هذه المشكله على المدى قريب باذن الله ممكن نحلها وممكن نرفع مستوى التمريض. ايه علاقه القهوه بقى بصحه القلب؟ القهوه الاشاعه اللي معروفه عنها انها مضره. لكن الحقيقه ان الزياده في القهوه هي المضره. يعني قليل من القهوه مش مضر اطلاقا يعني. زيادة القهوة بتضر طبعا بالشرايين بصفة عامة، بتأثر على الشرايين وبالتالي ممكن تسبب
تصلبات في الشرايين وارتفاع في ضغط الدم وما إلى ذلك، وده طبعا بيأثر على عضلة القلب أو بيأثر على الطبيعي. كم فنجان قهوة في اليوم يا دكتور؟ الكلام ده ما تعملش فيه دراسات معينة، لكن كل الخبرات بتقول إن مثلا 2 أو 3 فنجان قهوة في اليوم بيبقوا عاد كفاية، ما فيش أي مشكلة خالص، بيبقوا كويس. لو زاد عن كده يبتدي بقى زيادة، يبتدي تختلف من شخص للتاني، نشعر بالضرر هنا. بالضبط كده. معاك 32 باحث وطبيب وجراح بيشتغلوا يعني تحت إدارة حضرتك في إدارة البحث العلمي في المستشفى هنا، بجانب الخدمة الصحية للمريض. الخدمة الصحية طبعا. فده بيسمونا هنا يعني احنا مستشفى كاترينا الحمد لله تطورت في موضوع البحث العلمي، وانا اشكر ربنا لان دي حاجة دي هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان احنا بيسمونا مكنة الابحاث، ريسيرش ماشين، ان احنا بنطلع كل سنة حوالي 7-8 ابحاث في مجلات عالمية، وده بالنسبة لأي مستشفى سواء في أوروبا أو في هولندا رقم خرافي، وفي مختلف المجالات، مش بس يعني أنا بدأت بعضلة القلب لكن دلوقتي بنشتغل في مختلف المجالات، ويمكن أنت شغوف أنك تعرف آخر حاجة. صحيح. آخر حاجة بنبحث فيها يمكن هي مش غريبة على المصريين إحنا، أن القلب المرأة غير قلب الرجل، حتى أمراض القلب في المرأة غير أمراض القلب في الرجل. إحنا فعلا لا ده موضوع مهم بقى جدا جدا. فإحنا لاحظنا أن فعلا على المدى الطويل نسبة الوفيات بعد جراحة القلب في الستات أكتر، فابتدينا نبحث ده من حوالي 5-6 سنين، وكان في رسالة دكتوراه لأحد زمايلي عن إيه العوامل اللي بتأدي أن نسبة الوفيات في الستات أكتر بعد جراحة القلب، وهل هي بسبب العملية الهرمونية بس ولا بسبب الحاجات المصاحبة. فإحنا ماشيين في هذا البحث، ما زلنا بنبحث كمان عشان نعرف إيه اللي نقدر نقدمه عشان نقلل نسبة الخطورة عند الستات. هل مثلا طب ليه يعني إيه السبب إنه الست أكثر عرضة من الرجل؟ المشاكل المصاحبة، الستات عندهم أكتر مشاكل الشرايين الطرفية، وفي حاجات مصاحبة كتيرة، السكر وما إلى ذلك، السمنة، مع احترام أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، لكن دي كلها أعراض مصاحبة. لكن في أعراض تانية بيولوجية، إن الستات الهرمونات يبدو إن الهرمونات بتاع الست بتحميها من مشاكل الشرايين، لكن الستات اللي بيجي لهم بتنقطع عندهم الهرمونات في سن بدري معرضين ان يجي لهم مشاكل في الشرايين برضو في سن بدري. ده اجدد بحث بنعمله. مش هتصدق ان اقرب مخ للبني ادم هو مخ الفار، وكل تجارب المحاكاة بتتعمل عليه. طب ازاي قدروا يصوروا مخ الفار؟ دكتور مروان عبد الله عالم مصري شاب في مهمة علمية لفهم مخ البشر، عمره 34 سنة، وحضر ل 41 ورقة بحثية، وخريج هندسة حيوية، ومتخصص في فهم دماغ الإنسان والدماغ الأزرق. مشروع هتعرف منه ازاي المخ بيشتغل في ميكانيزم هندسية نوصفها بكلمة واحدة، سبحان الله. محتاجين نفهم بقى ايه موضوع الدماغ الأزرق. المشروع الدماغ الأزرق ابتدى سنة 2005، كانت فكرته من البروفيسور هنري ماركرام. الابروتش نفسه كان بيحاول انه يلاقي بديل للطرق اللي هي التقليدية، اللي هي الاكسبيرمنتال المبنية على الاكسبيرمنتس او التجربة المعملية، او الثيوريتيكال اللي هي مبنية على النظرية، انه يحاول يلاقي طريقة انه هو يبسط بيها انه يعمل اكسبيرمنتس او يعمل تجارب تانية باستخدام التكنولوجي على السوبر كمبيوترز او الاجهزة الكمبيوتر اللي هي الضخمة، و
ويعمل محاكاة للمخ. فإحنا بقالنا سنين بنحاول إن إحنا نستخدم الطرق التقليدية، وممكن ناخد يعني مئات السنين تاني إن إحنا نحاول نوصل لشيء. فكانت الفكرة إن إحنا نكمل الأبروتش التقليدي اللي هو مبني على النظرية ومبني على التجربة المعملية، ونحط التجربة اللي إحنا بنسميها in silico experiment أو virtual experiment، التجربة اللي هي بتتم على السوبر كمبيوتر. ففي البداية إحنا خدنا موديل لحاجة اسمها السوماتو سنسوري كورتكس، وده عبارة عن قشرة المخ لو هنبسطها كده بالعربي. عملنا موديل للكورتيكال كولوم أو العمود بتاع قشرة المخ ده في ما يقارب 30,000 نيورون، 30,000 خلايا عصبية فقط. يا نهار أبيض، ده كان يعني البداية، حتة من قشرة المخ، حتة أقل من سن الدبوس. يبقى حضرتك كده محتاج مثلا أجهزة كمبيوتر قد المبنى ده عشان تقدر. هو الفكرة بتاعة بلو برين مش إن إحنا هنقدر نعمل ده دلوقتي، حتى لكل المخ المخ بتاع القوارض أو الرودنس أو الفئران مثلا، ولكن إن أنت الاكسترابوليشن أو إن كمان 10 أو 20 أو 30 سنة يكون عندنا الماشين أو السوبر كمبيوترز اللي تقدر تدينا الافيشنسي والباور ان احنا نقدر نعمل ده لمخ كامل. احنا الموديل بنكبره كل شويه، وبنجيب داتا من المعبن ونحطها في الموديل ده، ونبني الموديل ده ستراكشرلي او التركيبه بتاعته نبنيها في الاول قبل ما نعمل المحاكاه. واول ما الموديل يكون ايه جاهز عندنا ستراكشرلي بشكل بيريوديك او بشكل يعني متكرر، نبتدي ان احنا نعمل بقى المحاكاه بتاعتنا، وبعدين نعمل فاليديشن نشوف اذا كانت النتائج اللي بتديها لنا على سمول سكيل بنقدر نعمل زيها في اللاب ولا لا. لان الفكره ان اللي احنا بنعمله في البلو برين صعب ان انت تحققه في اللاب على سكيل كبير، لانك ما تقدرش ان انت تميجر 50,000 حته في البرين وتقدر تشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. لكن تقدر تعمل ده في السيميليشن او في المحاكاه. هل في المستقبل او النوع ده من التجارب هتبتدي تفهمنا ازاي المخ بشكل عام بيشتغل، وبعد كده نقدر نلاقي حلول لامراض محدده؟ دي الفكره الرئيسيه للبلو برين، ان احنا نحاول نبني ابروتش يخلينا نفهم التراكيب والوظائف العضويه بتاعه المخ اللي تساعدنا على حل امراض الدماغ. فاحنا بنبني مخ بالفعل عن طريق ان انت تعمل بليسمنت لخليه او لسل، وتحط خليه تانية وخليه ثالثه في صناعي سوفت ويرز، كل ده سوفت وير بالظبط، تعمل الكلام ده وتكون موديل، والموديل ده بعد كده انت بتبتدي تشوف هاو رياليستيك او قد ايه هو يماثل الحقيقه. المخ اللي ربنا خلقه ده هو عباره عن مليارات من اجهزه كمبيوتر، من اجهزه كمبيوتر موجوده كده، حاجة صغيرة قد كده بالظبط، يعني بيقولوا the size of the palm of the hand، حاجة مساحتها أو حجمها صغير جدا، وكمية الباور اللي رايحة لها قليلة، وبتعمل بروسيسنج خيالي يحتاج تجميع كمبيوترز كبيرة جدا جدا. يعني أعظم سوبر كمبيوتر في الكون هو مخ، هو مخ البني آدم بالظبط. تخصص حضرتك إيه جوه المشروع؟ أنا تخصصي في الجزء بتاع الفيجواليزيشن، اللي هو إن إحنا بنبني التولز اللي إحنا بنستخدمها علشان نبتدي نفيجواليز أو نبتدي نصور الكلام ده، عشان بعد كده العلماء النيوروبيولوجيست نفسهم لما ييجوا يعملوا إكسبيرمنت معينة نوريهم إذا كنا رايحين في الاتجاه الصح ولا في الاتجاه الغلط. عظمه انا شايف عظمه، بس هنفهم ده اسمه الاوبن ديك. ده عباره عن كيرف ديسبلاي وول كبير قوي، وهي في شكل كيف، فهي ده اللي احنا بنفيجواليز عليها وان احنا بنعرض عليها النتائج بتاعه السيميليشن. فده على سبيل المثال ده سلايس، مجرد قطعه كده من السوماتوسنسري كورتكس بتاعت الفار. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنحط خليه 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 ونكون الاستراكشر. يعني ده الطبيعي ولا السيستم اللي انتوا عملتوه؟ ده الموديل، ده الموديل اللي عملناه، ده الموديل اللي احنا عملناه. طيب ممكن بقى نكبر المشاهد لو جينا مثلا عشان نوعي لحضرتك كده. سبحان الله، اوكي كبر الموديل اهو. ف
فاللي حاصل ان في كل واحدة من دول تعتبر خلية عصبية نيورون، واحنا حاطينها بشكل في statistical pattern او في زي نظام اتحطت جواه بحيث انها تماثل اللي موجود في مخ الفار الحقيقي. سبحان الله، يعني عاوز اقول لحضراتكم انه اللي حضراتكم شايفينه ده في 210 الف خلية من مخ الفار. ربنا خلق مخ الفار في مئات المليارات من الخلايا. تخيلوا بقى العلماء بتوعنا بكل بحثهم وكل تعبهم قعدوا في 5 سنوات عشان يعملوا 210 ألف خلية فقط، يعني واحد على مليون. خلينا نقول مليارات من الخلايا. مليارات من الخلايا العصبية اللي على أساسها إحنا بنكون يعني واقفين من الكم الفظيع اللي هنحتاج سنين قدام عشان يكون عندنا السوبر كمبيوترز اللي نقدر ان احنا نقدر نعمل سيميليشن للسكيل ده. حضرتك متخيل اللي حضرتك شغال فيه ده اقرب الى الخيال العلمي، يعني ده افلام كرتون. لا لا بالعكس، مش خيال علمي خالص ولا حاجه، ده يعني روبوست. الابروتش نفسه ابروتش فيه 1 2 3 بتحقق جزء بتخش على اللي بعديه. طب لو احنا يعني احنا الموديل الاولاني اللي وصلنا له هو جزء من قشرة مخ الفقر ودخلنا في نقط، يعني دخلنا مش رحنا كمان للهيبوكامبس زي ما حضرتك اللي هو الجي بي اس بتاع بتاع مخ بتاع المخ. هو احنا في البدايه ليه المشروع كان اتسمى الدماغ الازرق؟ علشان كان في تعاون ما بين اي بي اف ال الجامعه واي بي ام، شركه اي بي ام بتاعت الكمبيوترز. شركه اي بي ام كانت بتنتج الحاسبات بطاقه السرعه اللي هي السوبر كمبيوترز بتاعتها، كان اسمها البلو جينز. فلما حصل الكولابوريشن اتسمى البلو برين على الاسم ده، اللي هو الدماغ الازرق. الدماغ الازرق بس ده استثمار ضخم، يعني هو البروجكت فاندد ضخم جدا، بس نقدر نقول مئات الملايين. لا مئات الملايين من اليوروهات او الفرنكات السويسري.